يقول: أسأل عن قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هل المراد بالانتشار هنا أمر بحيث لا يجلس أحد بعد الصلاة، أم هو على سبيل الاستحباب؟ هذا على سبيل الإباحة، ما هو بالاستحباب، على سبيل، لأنهم نهوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نهوا عن البيع والشراء، وأمروا بالإقبال على الصلاة، فلما قضيت الصلاة أذن لهم بالبيع والشراء والانصراف من المسجد. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر إباحة، فأنت بالخيار، إن شئت تبقى في المسجد وإن شئت تخرج، مباح هذا، لأن الأمر إذا جاء بعد حظر فهو للإباحة، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد مباح. نعم.